طب خليني يعني آتي معك شيئا فشيئا. نعم. بعض المعلومات التي جمعتها تقول أن زين العابدين بن علي لم يكن يملك قبل 7 نوفمبر 86 رسميا سوى فيلا صغيرة في حي الضباط مثله نعم. مثل كل نعم. الضباط. نعم. بعد الإطاحة به الآن هل أحصيتم ثروته؟ أنا قلت لك إحنا أحصينا تقريبا ما كلفه للشعب التونسي، ونعتبر أنه سرق للشعب التونسي قرابة ثلث الميزانية السنوية، يعني 5 مليارات هو وعائلته. بين قوسين لجنة تقصي الحقائق إلى حد الآن. أصل 5 مليار ده مبلغ تافه جدا. مبلغ تافه كيف؟ 5 مليار دولار مبلغ يعني مبلغ بسيط إلى جوار السنوات الطويلة التي قضاها في السلطة وحجم ما يقال. يعني الآن نعم. كل ما أمشي في أي مكان يقولوا لي هذا لبن علي، هذا للطرابلسي، هذا الليلة، هذا يعني كأن البلد كلها كانت لهم. كل ده 5 مليار؟ هو يعني هذا 5 مليار الأموال التي نعتقد أنها موجودة في الخارج، لكن هناك بطبيعة الحال لجنة صادرت ممتلكات بن علي وليلى و112 شخص، يعني في 114 شخص يعني أملاكهم صدرت، وهذه الأملاك يعني تقدر بالمليارات، ونحن لسنا متأكدين أننا أحصينا كل شيء. هذه عصابات سراق ربما لم يعرف لها تاريخ تونس مثيلا. المهم أنه الفنادق والشركات والأراضي أحصيناها، ونحن نخشى الآن هناك تقريبا 400 شركة أو ممتلكات اللي هي موجودة تحت تصرف الدولة، ونحن كنا نخشى أن تباع بأثمان زهيدة. نحن سنراقب هذه الممتلكات وأنها ستباع بكيفية يعني شفافة حتى تستطيع الدولة أن ترجع جزءا من المسروقات. يعني الآن في خطتكم نعم. القادمة أن هذه الممتلكات ستباع في مزاد علني مثلا؟ ستباع في أقصى قدر ممكن من الشفافية، لأنه احنا خشينا في هذه الفترة الانتقالية أنه يقع التفويت فيها، لأن الفساد ما زال موجود في تونس. يعني الفساد يعني نحن استأصلنا رأس الحية والأفعى، لكن الأخطبوط ما زال موجود وهو قوي جدا وفاعل. وبالتالي فأنه أيضا نحن سنحاول إعادة أقصى قدر ممكن من الممتلكات أو الموجودة في الخارج بتحريك كل الملفات في الخارج، ثم في الداخل، لأن هذه أموال أيضا سنستطيع أن نضخها في صناديق التشغيل الشباب، وهي الإشكالية الكبرى الآن اللي عندنا اللي ستواجه الحكومة. هي أنا دائما نقول الحكومة هذه لها 3 ملفات: البطالة والبطالة والبطالة. يعني هذا هو التحدي الأكبر الذي سنواجهه في هذه السنوات العصيبة.